تميل باش تمشي مع التليفون لان بك دير لافريك الدور ديال لافريك يبين الديفوز الصغير والكبير. انا دوك الديفوز بلاك باش يبين لي نمشي واحد يبقى يجبد هكذا ما يشخاش بحال مثلا هذه بين راه مقنته هنا الا جيت تجبد هكذا فينيسيو ناقصه بك تضرب بالماشينه كثر الانسان اللي كيضرب بالماشينه كذا انا شويه غلاد عليه ولكن شنو الفرق؟ هاوك دوش سكزين انا جاي قدام هاد الشجره الكبيره هادي هي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم خوتي خواتاتي. ان شاء الله غادي نديروا هاد الحلقه ان شاء الله الطريقه كيفاش نبريباري البيبان ديال الصنادق ديال هادو. يعني انا غادي نحاول نعطيكم وحده تكون شويه صعيبه باش اسهل طريقه اللي تقدر تمشي عليها ونعطيكم بعض المميزات وهذه داخله في الصناعه ان شاء الله. شوف هانتوما بحال مثلا هادو عاد كيجا وهادو عاد كيتكولاج. اول حاجه نعطيها لكم باش تكونوا فاهمينها هي ان بحال مثلا هاد كونتر بلاك علاش كنختاروا ان الجهه ديال الوجه الفوقانيه اللي تكون تصبغ مزيان كنختاروا لها كونتر بلاك مزيان بحال مثلا هذا كونتر بلاك ديال لاكاجو. علاش كنختاروا لها شي ماشي هذاك البروميان كاع ولكن مزيان لان كاين شي بعض كونتر بلاك اللي كيتقشر يعني واخا كتصبغو كيبقى يطردق. راه بزاف ديال الناس كيتشكاو من هاد القضيه بي كيصبغ عندك بيبان ولا كيصبغ ناموسيه ولا ليكوافيز وكذا كيكون عندهم كونتر بلاك كينصحك النجار يقول لك اودي دير كونتر بلاك وصبغ وهما في حتى شنو كيمشي كيمشي يجي بهذاك الرقيق لان كونتر بلاك فيه الماركات. الا كتلاحظوا معايا هنايا بحال مثلا هذا الرقيق بحال مثلا هاد الحوايج خصكم تكونوا عارفينهم بحال مثلا هذا الرقيق بحال مثلا هذا شويه غليظ عليه هذا شويه غليظ عليه. ولكن شنو الفرق ما بين هاد كونتر بلاكي وهاد كونتر بلاكي؟ الفرق باين الاخوان. هادي كدير 150 درهم الورقه هادي كدير 150 درهم ديال لاكاجو هادي كدير 150 درهم الورقه هادي كدير 90 درهم 100 درهم بعض المرات الا داو بالجمله تقدر تحسبها حتى 70 درهم. يعني الفرق راه باين يعني كما قالوا سول العور يقول لك التمعي بالثمن هادي يفرق لك ما بين الحاجه والحاجه. يعني هنايا هادوك القضيه ديال المشاكل خص كونتر بلاك يكون مزيان وهاد الماركه نفسها فيها الغليظ وفيها الرقيق. مثلا حنا درك حنا اختارنا الوجه درنا له مزيان بحال مثلا هذا اللي كيكون رخيص ضروري ديرو في الداخل في الماريو الداخل ولا بحال مثلا هكذا في العماره الداخل يعني ديرها غير في البلاصه اللي ما كتكونش في الوجه. ولكن بحال مثلا هكذا الوجه كنديروا لها المزيان علاش باش ما يوقع لكش المشاكل باش ما يبقاش يطردك حتى تصبغوا ويبقى يطردك بحال مثلا نديروه في الظهر ديال الطوابل. فهمتوا كيفاش؟ درك نمشيو للمعلومه كيفاش غادي نبريباري. بحال مثلا شفنا هنا الكولا فهمتوا المسائل هنايا مشنقبين. انا شوف غادي نوريكم الطريقه كيفاش نفينيوهم بحال مثلا شوفوا هادو كي جايين مثلا الا كتلاحظوا هنايا الاخوان راني حاولت نصفي لكم الصوره ها انتم شوف الفينيسيو ناقصه بك تضرب بالماشينه كثر الانسان اللي كيضرب بالماشينه وكيضرب بالزربه. شوف عندك كونتر بلاك هما اغلبيه بك يكون كونتر بلاك كيحفي البياسه البياسه دائما كيحفي هاد كونتر بلاك سبحان الله هادي ما عرفوش شنو فيه فهمتوا الاخوان وكتعطي هاد المشاكل. خص ضروري بنت بغيت تضرب بحال هادو خص تكون عندك البياسه ماضيه. ها انتم شوف بحال مثلا هنا شوف الايقاع مشى مثلا باش تقول لي هادي غادي نطيح عليها في الكاعات ونقادها كونتر بلاك صعيب باش تطيح عليها بالكاعات ضروري خص تكون عندك الماشينه. ها انتم جميع البلايص دايرين هكذا فهمتوا وانا غادي نحاول نقادهم ونقاد هادي عاوتاني كملناها غادي نقادها مزيان. وهاد القنوت ضروري خصهم يتحيدوا هاد القنوت يكونوا في جميع الزوايا خصك تحيدهم على اربعه ديال الجهات حتى منايا. غادي نوريكم اللي فينيناها باش تشوفوا الفرق. هادو بجوج بهم كيف تقريبا ها بجوج بهم مشوكين ها هي اللي فينيتها ها هي. شوف كنضرب هاد الفينيسيو هنايا المهم هنا ما كيبان لكمش هنا كنبونسيها منايا كنضرب لها القنوت علاش باش ما يبقاش يتشلخ كونتر بلاك باش يبين لي يمشي واحد يبقى يجبد هكذا ما يشلخاش بحال مثلا هذه بين راها مقنته هنا الا جيت تجبد هكذا هادي تشلخها ولا تكون محطوطه غير في الارض وجيت تجرها هادي تشلخ. ولكن بين تكون بونسي هنايا ما كتشلخش. هنا شو ها كنبونسيها هنا ها لا بونسوس كي كندير لها وغادي ندير لكم التجربه باش تشوفوني كيفاش كندير نخدمهم. ها كاين اللي يقول لك لا نوقفها اي بالماسيك انا راه ما عنديش الماشينه الماسيك ما غاديش توقفها مدريسيه بحال كيما الماكينه انا ها هو انايا بالماشينه ديال ريكنوم. ها انتوما القنوت كلشي كنضربهم علاش باش ما يوقعش داك الدخالو ودروك نتبعوا معايا تشوفوني كادير نرجح. انتوما الاخوان ضروري الماشينه شوف هاد الماشينه الا تلاقيتوها شريوها علاش هادي كتكون فيها 110 يعني
راه خصك تكون في الصناعه، خصك تكون تفهم في كل شيء، اي حاجه تفهم فيها. انا ماشي اجي نقول نخدم في المغرب، المغرب خصك تكون تياره مفرفر، يعني العقل ديالك مفرفر في كل شيء. ها انت بحال مثلا هذه 570 واط، 570 واط بلا ما دير ترانسفور والكاعات ما غاديش يبقى. وشنو هو المشكل ما بين الماشينه تكون بدور 1100 ولا 1500؟ اتاكل لك الكاعات، الكاعات في الساعه يموت لك. ولكن اللي تكون بدور بحال مثلا 5070 واط مزيانه، كتخدم بها مرتاح وما كتاكل لكش طال الكاعات. فهمتوا الاخوان؟ انا خدام هاد الماركه هادي نتاع الجابون، هاد الماركه مزيانه نتاع ماكيطا دوريجين، هادي انا خديتها كازيو، خديتها ب 400 درهم، هادي خديتها ب 400 درهم. فهمتوا الاخوان؟ يلا انا غادي نخدم بها. الاخوان الا شفت الماشينه كتهزز لك حاول انك تميل باش تمشي معك. فهمتوا الاخوان؟ كذلك كاين هاد الماشينه، هاد الماشينه كتكون فيتاز، حتى هادو كيديروا شي 400 درهم، حتى هادو كيديروا 400، هادو فيتاز، يعني كتنقص على حسابك، ضروري خصها تكون فيتاز باش تخدم بها. ها انتوما كتركب فيها الكاعط وضروري خصهم يكونوا صغار هكذا، ديرهم غير صغار وركبهم هكذا وزيرهم. ها كل شي بلايص باش ما تاكلكش، باش هنايا تخافي لا بحال مثلا شي حاجه انها تكون هنايا في هاد كونتر بلاكي، وتخاف انك تدخل على كونتر بلاكي كتستعمل هاد الطريقه هاك. كتمشي حتى لهاد الجوان بحال مثلا هادو اللي كيكونوا دايرين، كتخدم ليه هادي هذا. مش حال ما كان عندك الكاعت مزيان وصحيح ويكون ديالك التان، وديرو غير قدنا هكذا في العرض وديرهم هكذا طوا هكذا، لصقهم واحد فوق واحد وزير، غتخدم في هذا الروند وكذا، ولكن خصك تكون تعرف تخدم بها، حتى هي عندها تقنيات ديالها. ها انتم الاخوان، انتم كما كتشوفوا
يعني كاترون ديرك داك الشيء مزيان كدير لك واحد الروند خاير. هانت هانتوما الروند اللي كتعطيه لك كتعطيك روند بلاصو يعني روند مدريسي. حتى الماشينه الاولى كتخدم واحد الدور كبير. دروك نمشيو للماشينه الثالثه. كاين هاد الماشينه هذه هذه فوسطول هذه كتكنا من احسن الماركات ديال الماشين ديال الفيفرو. وتا هذه فيهم الفيتاز وفيهم اللي ماشي فيتاز. ديجا درت لكم واحد الفيديو شرحت لكم كاملين. هذه الاخوان هذه هي صيدتها انايا. هذه خديتها ب 250 درهم. هادو دايرين الا لقيتها ب 800 درهم ديها. تلاقيتها ب 1000 درهم ديها على حسابي. هاد فوسطول ماركه مزيانه وحتى بين تبغي تجمعها ساهله. ها انت الخيط ديالها كيتحيد داير بحال البرونشمو ديال التلفازه. هان وعندو كيسميتو كتضرب وكتدور وكيتشد مزيانه. هادي كتعاونك بزاف عاوتاني في الدريساج. ها انتما نخدمو الاخوان باش ديروا في بالكم اللي يكون هادي يفيرني حذاري انهم كونتر بلاك انه يدخل عليه. لان كاين ديفويات كبار كيديروها اللي يكون هادي يفيرني. انا يدي نسبق في السباغه يعني انا واخا دخلت عليها ماشي مشكل. هادي بين تكون تخدم بها ما تبقاش دير هي راه الدور يخليها تخدمها. مره مره زيد لها شويه ديال البريسيو بيت بريسي عليها. هي ماشي بكثرتها تمشي وجا ما عندك ما تزيد لها شحال هادي تزيد لها دوره البريسيو ديال اليد ديالك. عطاها واحد البريزور بين توصل شي بلاصه ما محكوكاش مزيان بحال هاد البلاصه ما محكوكاش مزيان. هنا البريسي بريسي بيدي. ها هي المخمه كتبدل بلا بريسيو. نختار لا بريسيو الذي يناسبني ونخدم عليه. ضروري دير واحد اللمسه بالليل. القضيه ديال الكاعد جينا غادي نقصوا الكاعد ناخذ الكميه على حساب وشنو غادي نحك. يعني كانت طبقه كبيره غادي ندير على حسابها. عندي روتوش ندير كاعتي صغير يعني القضيه مضيقه يعني كدير الكاعد على حساب. انا مولف كنخدم بهذا الكاعد هذا. حنا في السباغه اغلبيه كنديروا الكاعت قد هاك في السباغه. اما بحال هادي تقدر تكبر بليكون ولكن انا كيعجبونا الكاعت مولفين الكاعت قد هاك كنمشيو حنا. ها بعد ما تديرها ها كتشدي بواحد الجهه هاد القنوت دائما حيدهم ما تخليهمش واقفين. هادو اللي يقدروا يتشلخوا تمشي لك شلخ. اصبح الله العظيم تبغي تصور برا يقول لك بنادم ما تصورناش راك شديت لي الوجه. تجي تصور في المحل ديالك يبقاو حاضينك. ا بنادم يا صاحبي ولا ما عرف علاش داير هكذا يا صاحبي. اقسم بالله الا بعد ما شتاء اليوم حاليا حاليا تجي تصور شي فيديو برا وتبغي تنشط ولا كذا انت تصنطرك تصور دا وصاحبك شي واحد يكون يفات يقول كاري يضرو 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 علاش راك تصورني علاش راك شي اش كون دافك ولا ولا لا مش حساه لا ولا شافوك هكذا تصورك وحدك يبقاو حاضرين. دروك انا راني داير لكم فيديو
وكان نهضر سحاب له راني مخروط راني نهضر غير وحدي لان راني نصور لكم. شوف راني انفصل الطريق اللي كيفوت في الطريق يشوفني نهضر وحدي سحاب له راني صافي هرب لي الفرخ. انتم الاخوان دروك حاليا دروك نسرجيها لابري غادي نسرجيها مزيان ونشعلوا الروتوشيها بالماسك سنتوفر كيما هادو دروك ها هما دو بريباريتهم دروك نسرجيتهم دروك غادي ندير لهم الماسك سنتوفر وندير لكم واحد الحلقه عاوتاني. ها انتم بعد ما انني سرجيتهم غادي يبقاو يبانوا لي الديفويات باينين. هادوك هما البلايص اللي غادي ندير لهم الماسك سنتوفر يعني الماسك ديال البوماده الحلقه ديال الماسك ديال البوماده ان شاء الله تجي مور هذه الحلقه يعني هذه المراحل كلشي غادي يمشيو تعليميه يعني الانسان ما خسر والو انه يدير جام يدير تعليق وان شاء الله غادي يبانوا لك هذه الفيديوهات يعني من الاول حتى للتالي. انت كي كتلاحظوا يعني انا هذه ما درتلاش الماسك في الاول لان بي كدير لابري الدور ديال لابري كيبين لك الديفو الصغير والكبير. انا دوك الديفوات الصغار كاع حيدت منهم بقاو لي ايه هاد الديفوات ان شاء الله غادي نمشي لهم بالماسك ونصفرهم مزيان وبين نعاود ندير لابري. هادي تبقى تبان لك هاد البلاصه شتا البلاصه اللي كتشوفوا فيها كاع دايره هكذا هادي تولي ليبر فهمتوا حيت هاد البلاصه اللي كتشوفوا فيها هادي هادي تولي ليبر يعني ما كانش الديفو فهمتوا راه تقريبا ني بلايص. ها انتم ها شوف يبانو الديفويات ولكن انا هادو غادي نتكلف بهم باش في التالي بين نصور لك ونقول لك شوف راه هادي باش تفينيها شو هادي القباره ديال هادو وشوف شحال شاده لنا ديال الوقت راه الخدمه ديال المعقول كتشد الوقت وكتبغي الصوالده انا باش تقول لي يجي عفن وكذا ودير السلوفان والستر وحتى البنادم هذيك راه حاجه بوحدها الاخوان. اخواني يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا بالفيديو ونتمنى انكم تعاونوني وما تبخلوش عليا وانكم تزيدوا معايا في القناه باش نتشجعوا واخا نوصلوا هي بلا 100 ابوني ان شاء الله الا كتب الله الا بغى ربي ان شاء الله. وغادي نزيد ندير لكم ها هو راني كلشي ضارب لهم لابري هادو غادي يكون عندهم فيديو خاص غادي يكون فيديو بوحدو ان شاء الله كلشي غادي نصور لكم غادي نوريكم كيفاش نديروا الماسك وكيفاش كنهيئوا درك راني نوريكم كيفاش التهيئه وجميع المعلومات هذوك المعلومات الصغار اللي كيبانوا ما بين الحاجه والحاجه غادي نبينها لك باش تحصل على واحد النتيجه اللي في يعني في بلاصتها يعني ونعطيك طريقه سبيسيال شي حاجه نتاع المحترفين يعني الحاجه تكون مشوكه. ها انتم شفتوا هذيك كي كانت دايره حاجه مشوكه تردمها لالام غنعلمك تولي تخدم لالام. يلا الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واللي بغى يجي يزورنا احنا رانا كاين في شارع الجيش الملكي هذا هو شارع الجيش الملكي هاوك دوش زكزين انا جاي قدام هذه الشجره الكبيره هذه هي الشجره الكبيره كامله هنايا انا جاي في هذا الشارع هذا حي التقدم اللي منا الحرشه وهذه طريق زكزل ها هي دوش زكزل كما راكم تشوفوا فيه. المهم المحل ديالي هو هذا كنخدم هنايا وكنخدم لهنا لداخل. يلا الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.